في غضون بضعة أشهر سيكون هناك محصون جديد من الحبوب في أوكرانيا، وما تزال مستودعات التخزين مليئة بمحاصيل العام الفائت. بسبب الحصار المفروض على الموانئ البحرية، توقفت عمليات التصدير من أوكرانيا بالكامل تقريبا، وفي المقابل تواصل روسيا بيع الحبوب التي تسرقها من المزارعين في الأراضي المحتلة مؤقتا. لدينا وضع محدد. في 11 و 12 أبريل جاء الجنود الروس إلى مزرعة أحد المشاركين في المجلس الزراعي واستولوا على المحصول، وتم تفريغ الحبوب من الصوامع بالكامل ونقلها إلى مكان آخر. يوجد الآن نحو 22 مليون طن من الحبوب في الصوامع الأوكرانية والتي تنتظر تسليمها للعملاء بأي وسيلة. إذن التأخير سيتسبب بأزمة غذائية عالمية قد تتحول إلى مجاعة فيما بعد. في شهر مارس وحده ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13%. سيزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم، لأنه سيكون من الصعب عليهم شراء هذه السلع الغذائية. أوكرانيا لا يتهددها خطر المجاعة، لكن نصيب الأسد من ميزانية الدولة كانت من عائدات صادرات الحبوب. قبل الحرب كانت 75% من البضائع تمر عبر الموانئ البحرية الأوكرانية، أما الآن فتخسر أوكرانيا 170 مليون دولار يوميا بسبب الحصار البحري. في الواقع لدينا 3 منافذ على نهر الدانوب، ريني وإسماعيل وفولكوا. هذه موانئ صغيرة تشكل نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التجارة لدينا، وهي لن تكون قادرة على استيعاب هذه الكميات من الحبوب. في بداية الصراع العسكري تم إرسال كميات صغيرة من الحبوب إلى أوروبا عن طريق السكك الحديد، ولكنها توقفت الآن. ربما هو معروف لدى الكثيرين أن عرض مسار السكة الحديد يتغير عند الحدود، لذا عند المنفذ من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الضروري نقل كل هذه البضائع من عربة إلى أخرى. ولكن حتى لو لم تكن هذه المشكلة موجودة، فمن الصعب أن تنقل بالسكك الحديد هذه الكميات الكبيرة التي كانت تشحن عبر البحر. بعد الغزو الروسي واسع نطاق لأوكرانيا، استولت روسيا على جميع الموانئ الواقعة على بحر أزوف والتي كانت تغطي نحو 12% من عمليات الشحن البحري. شكلت المنتجات المعدنية أساس التجارة البحرية لهذه الموانئ، وخاصة في ماريوبول. وأعتقد أنه حتى بعد تحرير شبه جزيرة القرم وفك الحصار عن بحر أزوف، فإن استعادة تدفق البضائع عبر موانئ أزوف ستستغرق وقتا طويلا. توقفت حركة النقل البحري بما في ذلك صادرات الحبوب عبر موانئ أوديسا ويوجني وتشيرنومورسك، ناهيك عن احتلال موانئ البحر الأسود في سكادوسك وخرسون والقتال الدائري في إقليم ميكالايف. من أجل رفع الحصار عن الموانئ ومنع تجويع المليارات من الناس، تبحث أوكرانيا وأوروبا عن حلول، وقد اقترحت ليتوانيا إنشاء تحالف بحري لرفع الحظر عن موانئ أوكرانيا. وفقا لوزير الخارجية الليتواني، يجب أن تحمي العملية البحرية السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية من الضربات الصاروخية المحتملة من السفن الحربية الروسية أثناء إبحارها عبر البحر الأسود. ستكون هذه مهمة إنسانية غير عسكرية، ولا يمكن مقارنتها بمنطقة حظر طيران. يمكن استخدام السفن الحربية أو الطائرات أو كليهما لضمان مغادرة شحنات الحبوب بأمان من ميناء أوديسا وصولا إلى مضيق البوسفور دون عرقلة من الطرف الروسي. نحتاج إلى تحالف الدول الراغبة، الدول التي تتمتع بقوة بحرية كبيرة لحماية الممرات الملاحية، والدول التي تعاني جراء الحصار. خطة ليتوانيا هي تطهير أجزاء من البحر الأسود لتأمين مرور سفن الحبوب، وهي تتطلب إذنا من تركيا التي تحرس مدخل البحر الأسود. ومع ذلك يعتقد الخبراء أن أوروبا تلقي بهذه المهمة مجددا على عاتق أوكرانيا. الحديث عن توريد صواريخ مضادة للسفن يدل على أن المجتمع الدولي يعهد إلينا بهذه المهمة كما هو الحال دائما. يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي التفكير بتنفيذ مهمة بحرية لتحرير الموانئ الأوكرانية من الحصار الروسي. لدى الاتحاد الأوروبي حاليا 18 مهمة تشغيلية من هذا النوع حول العالم، ومنها مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في البحر المتوسط، أو مكافحة القرصنة في المحيط الهندي قبالة سواحل الصومال. ومع ذلك تدرك أوروبا أن العملية في البحر الأسود تنطوي على مخاطر غير مسبوقة للقوات الأوروبية، على الرغم من أن هذه القضية هي بالمعنى الحقيقي مسألة حياة أو موت للملايين من الناس.